تعد من أكبر روائع الهندسة المدنية في تاريخ فرنسا قناة دوميدي، فهي عبارة عن طريق مائي صناعي يبلغ طوله 240 كيلومتراً، حفره الإنسان بين العامين 1667 و 1681 للربط بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، أي من سيت إلى تولوز. سمحت القناة بفتح السبل إلى منطقة لانجدوك، وهي بمثابة مشروع مجنون في القرن السابع عشر يسلكه اليوم 300,000 مسافر سنوياً. تشكل قناة دوميدي الإنشاء الأضخم في فرنسا بعد قصر فرساي. يبدو الأمر بمثابة طلاق بين طموح إنسان وطموح ملك. شكل هذا المشروع الضخم حلماً منذ القدم لتجنب التفاف شبه الجزيرة الإيبيرية وهجمات القراصنة العنيفة، وراودت هذه الفكرة الإمبراطور أغسطس أولاً، كما راودت أيضاً شارلمان وفرانسوا الأول وهنري الرابع. وأخيراً في عهد الملك لويس الرابع عشر اقترح محصل ضرائب متبصر يدعى بيير بول ريكيت على الملك مشروعاً مدروساً جيداً من الناحية المالية وأيضاً من الناحية التقنية. قبل الملك ومول ريكيت جزءاً من المشروع على نفقته الخاصة، أي ما يقارب ربع تكاليف الأعمال. وعلى مدى 14 عاماً تناوب نحو 12,000 عامل على موقع المشروع الهائل. في العام 1667 بدأت الأعمال في القناة، واختار ريكيت مدينة سيت المطلة على البحر لإنشاء مرفأ وتنظيم التصدير إلى الخارج. هنا تبدأ رحلتنا التي ستمتد على أول 50 كيلومتراً من قناة دوميدي، حيث ترتكز أبرز المنشآت الفنية التي تسمح بتخطي جميع العقبات، حواجز فونسران البارعة ونفق مالباس الذي يعد أول نفق للملاحة في العالم. ويعد هذا الرصيف في سيت الذي نسميه مول سان لويس نقطة انطلاقنا قبل القناة، وتستطيع السفن القادرة على مواجهة البحر الأبيض المتوسط أن تفرغ بضائعها هنا، وتنتقل بعدها البضائع إلى قوارب مسطحة متكيفة مع قناة دوميدي. بني حاجز الأمواج في الفترة التي برزت فيها حاجة ملك فرنسا إلى مرفأ على البحر الأبيض المتوسط بين نهر الرون وروسيون. واتبع وزير الملك لويس الرابع عشر الوزير جان باتيست كولبير سياسة توسعية. احتاج كولبير إلى بنى تحتية ونقل داخلي في المملكة، ما استلزم تهيئة الأنهار وإنشاء قنوات حيث لا وجود لأي نهر. العقبة الأولى بركة تو، فهي عبارة عن بحر داخلي كثير الرياح في أغلب الأحيان، يجب اجتيازه للوصول إلى قناة دوميدي. شكل ذلك تجربة خطيرة للقوارب التي كانت تغامر في ذلك البحر في القرن السابع عشر. وتعد بركة تو التي تمتد على مساحة 7500 هكتار أكبر كتلة مائية في لانجدوك روسيون. نحن في بركة تو ونرى أمامنا مارسيان، حيث نجد في هذا المكان منارة باللونين الأحمر والأبيض تشير إلى مدخل قناة دوميدي، وعلى الجانب الآخر نرى جبل سيت. وقد تكون رؤية مدخل القناة صعبة لأن عرض المدخل لا يتعدى 20 متراً، فعندما نكون في بركة بحجم بركة تو يكون الأمر بمثابة إيجاد نقطة مرجعية بعيدة المنال للغاية في المنظر. نشعر بتغير في الجو فور دخولنا إلى القناة، ففي البركة تجرنا قليلاً الأمواج والرياح، أما عند دخولنا إلى القناة تختفي الأمواج وتهدأ الرياح بفضل الحواجز البحرية التي تحصر القناة، إذن نشعر كأننا في أمان أكثر وهدوء وبيئة محمية. على بعد نصف ساعة من سيت يشير ممر لابوان دي أونغلو إلى بداية قناة دوميدي. ها نحن مع حركة المياه. القناة هي مكان يحث المرأة على أخذ وقته، فالحركة بطيئة هنا، وإذا أمضينا أياماً عدة في القناة يعترينا شعور يشبه قليلاً شعور السكينة. ولاكتشاف سحرها المميز بطريقة أفضل يجب الصعود على متن زورق، أو من الأفضل على متن مركب بوست. وقد بني هذا المركب خصيصاً للقناة في العام 1673 بطلب من بيير بول ريكيت. وذات يوم وقع روبير مورنيه الشغوف على رسم للمركب، فقام بإعادة بنائه كما هو بالضبط. استغرق بناء هذا القارب 5 سنوات،
كانت أحصنة تسحب هذا القارب، ولقد صنع حقاً للقناة. إذن استخدم هذا المركب لنقل الركاب بين تولوز وأجدي، وكثرت أنواع الركاب، فكنا نرى الكثير من العسكريين والعمال الزراعيين، كما كنا نجد الكثير من الممثلين الذين كانوا يذهبون بالمركب إلى بوكير، حيث كان معرض بوكير، وكان مركب بوست ينقل الأموال لسبب بسيط جدا، لأن ذلك كان آمنا. يدعوك القارب إلى السفر. على بعد 6 ساعات من الملاحة من سيت تظهر حواجز فونسوران، وتعد هذه الحواجز عملا ضخما والعمل الرئيسي في قناة دوميدي. والحل لعقبة جديدة هو فارق الارتفاع قرب بيزيه. بناء القناة ليس مستقيماً، فنحن لا ننطلق من تولوز لنصل إلى سيت، بل نلتف إلى اليمين واليسار. إذن وصلنا إلى هنا وبنينا المنشآت أمام بيزيه، وحصلنا على فارق ارتفاع يبلغ 28 متراً تقريباً، وجب التعويض عنه من خلال الحواجز. لذا هيأنا درجاً وحصلنا على 9 حواجز، حواجز فونسيران 9. يحب روبير مورنيه قاربه، وهذه قصة حياة يتحمل مسؤوليتها بمساعدة التيار لاجتياز الحواجز. انتبهوا، انتبهوا يا أولاد. حسناً، يطلق البحارة عليه تسمية جسر السراويل. ستصعدين إلى هنا لتمري بعدها. سأترك الحبل لك في الأعلى. ينظر الناس إلى هنا ويمر البحارة من تحت. يراقب البحارة المارة وهم يمرون على الجسر. ونحتاج إلى أكثر من ساعة لاجتياز الأحواض المختلفة. حسناً، أنشئت الحواجز الأولى التي بناها ريكات في تولوز، وصممها لتكون مستقيمة بشكل كاف ومرتفعة بشكل مناسب. إذن هذا كان النموذج، وللأسف انهارت الحواجز نتيجة مزيج من ضغط المياه والتحصينات، وبالتالي أعاد تصميم تنظيم الحواجز بشكل بيضوي، إذ إنه عند خروج المياه من الحوض يقوم شكل الجدران والبنيان فعلاً في التعويض عن ضغط التحصينات. واعتبر الأمر بمثابة 8 عجائب الدنيا، إنه أمر استثنائي، وهنا نملك درجاً ما يدل على ناحية جمالية وناحية وظيفية، وبالتالي شكل ذلك موضوعاً جاذباً بالفعل. إذن كنا نتوقف ونرى بالفعل هذا العمل التقني الذي سمح بإحداث تطور في الملاحة في القناة. نحن نمشي بسرعة مركب بوست عندما تسحبه الأحصنة. هذه هي السرعة تقريباً. ولا نقوم بالملاحة في القناة إلا وقت سطوع الشمس. وعندما تنظر جيداً وترى لون السماء ولون المياه، تشعر بنوع من الاتحاد. ذلك يعجبني. على طول القناة تمتد مناظر كروم لانغدوك على مد النظر، وبرغم ذلك اجتاح وباء فلوكسرا الرهيب هذه التلال في 60ات القرن 19 ودمر الكروم. وتعد هذه المنطقة واحدة من المناطق الأولى التي بدأت من جديد في إنتاج كميات كبيرة، وذلك بفضل إدخال الكرمة الأمريكية المقاومة. وهنا في كولومبيا أصبحت اللاغاريك من بين الثروات الأولى في بيتروا بفضل تجارة الكرمة. هنا أتى دور قناة دوميدي، إذ كان لزاماً إخراج هذا الإنتاج بالفعل من المنطقة والذهاب به إلى مرافي بوردو ومارسيليا وسيت. وبعدها ولدت ثورة الكرمة هذه ثورة معمارية، ويشهد هذا القبو عليها، بالإضافة إلى عدد كبير من القصور المسمى بناردية بسبب وجودها قرب الكروم التي يصنع منها المشروب، وأعيد بناؤها بطابع متباهٍ نتيجة البرجوازية الغازية، ما سمح بتطور اقتصادي ملحوظ في المنطقة. يستمر اكتشاف القناة على بعد 2 ساعة من الحواجز بواسطة أول نفق للملاحة في العالم. وفي العام 1679 واجه بيير بول ريكيت صعوبة جديدة.
هذه المرة واجه رابية، رابية إنسيرون التي يتعذر عبورها، وأمر كولبيير بإيقاف الأعمال بعدما أنذره منتقد المشروع، ولم يكن أمام ريكيت أي حل آخر. في حال لم يستطع عبور جبل مالباس سيتوقف حلمه، إذن جلب أفضل عماله سراً، وفي أقل من أسبوع، أي المدة التي يحتاج إليها مفوضو التحقيق ليصلوا من باريس إلى هنا، استطاع عبور الجبل من خلال سرداب خدمات صغير لا تتجاوز أبعاده مترين بمترين. وعند وصول المفوضين لاحظوا أن ريكيت نجح بالفعل في العبور، عندها سمحوا له بإكمال الأعمال. أما اليوم فتبلغ أبعاد النفق 165 متراً طولاً مقابل 18 متراً عرضاً وبارتفاع 8 أمتار. نحن في ممر حيث يلفح الهواء وجوهنا، ويعني ذلك أن ثمة تعرية ريحية قوية جداً بالفعل، ونرى تضاريس على مدخل النفق، ما يجعله حديثاً جداً بالفعل، كأننا نتحدث عن عمل فني معاصر. أما البقية فتم سقفها لأن الرمل كان يتفتت ويغطي القناة بانتظام. كان ريكيت مجنوناً لأنه كان يحتاج أيضاً إلى هذا العمل لتنظيم مستقبل عائلته، وبفضل قناة دوميدي فوضع على جعلها منطقة نفوذ، وحقق ذلك منذ أعمال البناء المذكورة في العام 1666. وبالتالي من المؤكد أن قناة دوميدي هي منطقة النفوذ الأكثر فرادة في فرنسا. مات بيير بول ريكيت بعد سنة من فتح هذا النفق الذي أطلقت عليه تسمية نفق مالباس، قبل بضعة شهور من انتهاء الأعمال واستكمال إنجازه في القناة التي أصبح استكمالها بعد ذلك من مسؤولية المهندس فوبان، وترك ريكيت لورثته ديوناً. لقد أفلسه التمويل الجزئي للأعمال، فدفع مليونين للأعمال من أصل 17 مليوناً أنفقت على القناة، لكن بفضل الرسوم التي تسددها المراكب سيحقق أحفاده ثروة أخيراً. على بعد 73 كيلومتراً من سيت يقع مرفأ كابستانغ الذي يشكل مكاناً مثالياً لتأمل قناة دوميدي. وبالنسبة إلى ميجو رسامة الألوان المائية وصديقة بحارنا، تعد القناة مصدراً متواصلاً لأعمالها. في الواقع استفدت كثيراً من هذه الطبيعة هنا. القناة بحد ذاتها مع المياه التي تشكل دعماً رائعاً للرسم بالألوان المائية تشكل مادة فنية، لا سيما أن الرسم بالألوان المائية يعني ضوء المياه وكتابة المياه. إذن أقصد المياه وعمقها وانعكاساتها وضوءها، ونرى أيضاً المباني والمعالم والجسور والينابيع، جميع هذه المباني الحجرية، هذا شيء أحب أن أرسمه. وتتميز القناة بأنها مريحة وهادئة وبسكونها، بعكس النهر الذي يكون أكثر اضطراباً. لدينا 3 أيام من الملاحة للعودة إلى تولوز، تنتهي رحلتنا هنا. مع ذلك لم تتوقف قناة دوميدي عن إدهاش المسافرين بمنشآتها الفنية الفريدة ومناظرها الرائعة.